الوضع من ناحية نفسية رائع جدا، عظيم. يعني ما وصلناش لهيك مرحلة من الفخر والاعتزاز ورفعة الراس هاي من سنين كثيرة. اللي بصير واللي صار شيء كل فلسطيني بيفتخر فيه. هلا الوضع بشكل عام هو موجود، احتلال موجود، ممارساته القمعية موجودة، بجوز بتزيد في فترة، بتشد في فترة، هجوم المستوطنين الأيام هاي، تقطيع المدن، الحواجز، كل هذا موجود بسبب وجود الاحتلال، ما كان رايح، يعني مش شيء جديد علينا. وضع صعب جدا. يعني أنا بشتغل على تاكسي 4 ركاب من الصبح لحد كده، بجوز اللي طالحين 3 طلبات، والسيارة ما بتطلع نفقاتها ولا مصروف الدار، ووضع صعب وسيء جدا. يعني أنا معي رقم خاص مسموح لي أفر الضفة الغربية فلسطين كلها، للأسف مسكرة البلاد من هون، عنابلس مسكرة من هون، عريحة مسكرة، المستوطنين بيضربوا بطخوا على الكرة داخل رام الله، في كرة داخل رام الله مسكر عليها.